قال ألا يجوز اشتراك أو شراء خروف الأضحية بالتقسيط؟ نعم بجوز. العلماء قالوا لو أنت بتعلم من نفسك إنك بتقدر تسدد بعدين الأقساط بتاعت الأضحية أو شلته بالدين بتقدر تسدد بعدين، في الحالة دي يشرع عليك إنك أنت تأخذ الخروف بالطريقة دي، بطريقة أقساط أو بالدين لو قادر تسدد، ولو ما قادر ما تكلف نفسك فوق وسعها. وبعدين أصلا هي الأضحية ما واجبة على كل شخص، ما واجبة عشان أنت تكلف نفسك فوق طاقتك، عندك أشتري ما عندك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الفقراء من الأمة زمان، فذبح كبشين أقرنين أملحين، هذا عنه وعن أهل بيته، والثاني عن الفقراء من أمته، فضحى عنك أنت خلاص بعد ده أتيقن وما في مشكلة. لكن في ناس الأضحية بيعملوها موضوع بتاع وجاهات، ما شغلة بتاعت عبادة، وجاهة. يقول لك كيف معقول يا الحلة كلهم ضحية أنا أولادي يقعدوا ساي، مسألة بتاعت وجاهات، ودي ما عبادة لله. ربنا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انت بتذبح لله، ده تعبد لله سبحانه وتعالى، ما تقعد تتباهى وجاب الخروف بتاعك وعزله سمح وتخده توقفه جنب برا جنب الباب وخدت كرسيك وقاعد تعايد زيك يا فلان، كيف الحال؟ ان شاء الله كويس زيك يا فلان، نظام دار توريهم انا خروفي هو ده جبته يا زلمه. دخل الخروف جوا، الخروف ده لله ما للناس، ده لله. وانت تتخير الاحسن وتتخير الاكبر والاكثر لحما، وده فيه اجر لك انت، كل ما عظم وكل ما بقى احسن واجمل واطيب ده كان اجره اعظم بالنسبه لك انت. لكن ما سوى قشره للناس.